مراطة زي كده اهو عادي حاجة عادية مراطع في الدنيا كلها مصر كلها مراطع فيها حاجات كتير كهرباء بس الكهرباء دي تقريبا أقل حاجة والعيال الصغيرة تمشي في الشارع تقول ايدي النور يا عم خلي عندك دم يقولوا لمين بقى العم تابع اللي هو صاحب الكهرباء اللي بيفصل الكهرباء وشغلك اللي هو المفروض الحكومة الحكومة تسجل ولا تعمل ايه بالظبط؟ مس تسجل يعني؟ مس ماشي سجل اعمل زي ما انت عايز خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. مصر كانت عايشه بقله قيمه، الظلم موجود في كل حته. قبل الثوره انا عايش من شغلانه لشغلانه، من وانا عندي 8 سنين وانا بشتغل في الشارع. كنت في 5 ابتدائي عشان اجيب مصاريف المدرسه، كنت ببيع ليمون في الشارع. مفيش مستقبل، مفيش ملامح لأي حاجة إنك تقدر تعيش كبني آدم في البلد دي. كان مأيدنا نظام حاكم ديكتاتور ظالم. مبارك هو رأس النظام اللي عايشنا أكتر من 30 سنة تحت قانون الطوارئ. أنا عشت 24 سنة من عمري في ظلم مبارك. الشرطة طول عمرهم على الشعب، ممكن يسحلوا يعذبوا يكهربوا وينفخوا، ولا حد يقدر يتكلم في السياسة. السياسة كانت للحزب الوطني بس. عايزين ننزل يوم 25 لو لسه عندنا قيامة ولسه عايزين نعيش كإنسان كبني آدمين في البلد دي. لازم ننزل يوم 25، هننزل نطالب بحقنا، بحقنا كبني آدمين. أنا نازلة يوم 25 وهقول للفساد لأ والنظام لأ. نزلت الشارع، ولما نزلت الشارع لقيت كل اللي حواليا ما يقلوش عني أي حاجة، كلهم زي حاولوا يفرقونا بأي شكل وبأي طريقة. والشعب غضب وكسر الخوف. خاف على انا مش خاف على نفسي، انا خاف عليك انت، خاف عليك انت من اللي جاي. والدنيا كلها نزلت، انزل ولو حتى الناس دي اللي نايمه في الخرا، عشان نفسك وعشان عيالك وعشان اهلك وعشان تعرف تعيش. أتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير. أتوجه إليكم جميعاً بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته. إنني أعتز بكم رمزاً لجيل مصري جديد يدعو إلى التغيير إلى الأفضل ويتمسك به. إن مصر تجتاز أوقاتاً صعبة، وينتهي بمصر الأمر لأوضاع يصبح معها الشباب الذين دعوا إلى التغيير والإصلاح أول المتضررين منها.
الشعب كله انفجر مرة واحدة عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر والمرض والجهل وكل اللي عدى علينا من أيام سودة في خلال 30 سنة. كلهم زي كلهم نفس النسخة. أقسمت بالله مش همشي من ميدان ولا همشي من المكان ده إلا ما تتحقق كل حاجة. أنا قابلت مجد عاشور في الميدان. مجد عاشور هو أحد أعضاء الإخوان المسلمين. خالد عبد الله مصري كان مولود بره بس رجع مصر تاني وقرر إنه ما يسيبهاش. عايدة رامع صار كان مشهور بلقب مطرب الثورة. حبينا بعض من غير ما نحس. ما كانش في حاجة اسمها مسلم أو مسيحي، كلنا كنا موجودين، كنا إيد واحدة. وهنا عرفنا ان الشعب هو السلطه الحقيقيه. الرجاله جم كل 5 ثواني العدد بيزيد الوفات، ومش هنمشي غير لما مطالبنا تتحقق. احنا عمرنا ما خدنا حقنا، فما صدقنا نمتلك حته ارض نحس انها حقنا. نطالب على حته الارض اللي احنا واقفين عليها ديت وبقت حقنا، مش خسارة فينا والله. ميدان التحرير كام متر يعني؟ من كام ألف مليون فدان سارقينه؟ حد عايز شاي هنا؟ حد عايز شاي هنا؟ مجدي نشرب شاي مع بعض. اشرب انت كمان. لو كلمت بنيرة عن مثلا بعض الإخوة الإسلاميين، ما على حسب بقى مين ما هو مين بيقول يعني مين ازاي الإسلام. الفكرة اللي احنا خدناها من يوم 25 لغايه النهارده فكرة جميلة جدا. فكرة ان احنا مجتمع واحد. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض، كان بالنسبة لي تبقى صعبة. First we were just sleeping on newspapers and we didn't have any blankets, only a few, and only a few people slept in. Now it's turning into some community, it's more tense. Relationships are becoming very strong. We're waiting for him to resign tonight. Waiting. I don't know, we're all very nervous. I'm just waiting for the speech. You don't normally get so much time to try and work out where you're going to be standing when something historic happens, and the bastard is making his wait. The protesters I talked to before I left were very concerned, literally, for their lives if they left that square. The secret police, the intelligence apparatus, is still in place, still taking people, and could pick them off one by one when they return to their homes. Khalid, you're a famous actor. Do you worry about talking like you have been, about being in with the protesters? Do you worry that you could be targeted? Well, I don't care. I mean, I know why I'm here, and I know why I want to be here. I mean, I come from 3 generations who've been fighting for social reform and political freedoms in this country. And here we have the discourse of democracy, of freedom, of social justice, of political reform being changed in the Middle East.
for all of us, and I'm extremely proud to be here for those reasons. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. ميدان التحرير غير مصر بالكامل، أثر في العالم كله. ما عندهاش استعداد إنها تخرس ولا يتقفل بقها ولو لمرة واحدة في حياتها. اللي كسبناه من الثورة كشباب حر هي حريتنا. كنا بنحلم إن احنا نشوف مصر كلها زي مصر ميدان التحرير. ثورة ريفولوشن. كلنا نرفع علينا ونسقف. احنا بنحتفل يا جماعة. كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة. مدنية 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 Had a job. Dad is here. Can you just tell him what you're experiencing there? The mood here is absolutely extraordinary. And I think the really interesting thing here for me is the fact that Mubarak leaving is not enough for the people. I think the important thing is the statement that's going to come from the army after his statement. Are they going to meet the aspiration of the people? The people's aspirations is not only to get rid of Mubarak, but to establish a true democratic society in Egypt. But and by the way, I do not believe that there will ever be an attempt by the army to overtake the people. In other words, become a coup, go home, and we will sort it out. Here we are, people forcing their will, and it's one of the great revolutions of mankind. We all worked for it, years and years and years, in exile in Egypt. أحلى حاجة في الثورة دي إن كلنا كنا إيد واحدة مع بعض. أهم الحاجات اللي في الثورة دي إنه كل واحد نزل كشخصه مش كحزبه ونجحنا سوا. هيجي في وقت، هيجي في وقت يقول الله هم دول كانوا الإخوان المسلمين كنا بنخاف منهم، يقول لك هو ده الدين بتاعهم، هو الدين ده بتاع النشاني. Usually the إخوان's our biggest fear. بس يعني everyone inside this square now is different. After the government turned it into a life or death situation, خلاص it didn't matter who you are and what you were doing. لأنه everyone knows that you're here and if you're here you're willing to die. واصغر من اولادي في اصغر منكم اهوت بعمل له انا تاريخ بصنع له تاريخ فحتى على الاقل لو انا ضحيت ليه مش مشكله بالنسبه بقى ايه ابقى كسبان يعني دي الاهم حاجه ان احنا بقى خدنا الكنترول بتاع خلع ومش the main thing is taking the regime down so whoever is negotiating it is not part of the movement is already down if you take out people and you put people just like them يعني from the same circle from the same regime then you didn't take down the regime you're absolutely right
لا ما حدش يموت ولا حد ولا حد. انا قلتها قبل كده 20 مره لو اخر نقطه دم طلعت مننا اخوات مسلحه مش هيطلع طلقه فيكم. الله اكبر. انتوا عارفين خالص خالص انتوا عارفين عشان انتوا عارفين بس. والرجاء اللي معاه حاجه يلمها خمس دقايق ولا حاجه تقول على الله. اتفضل انا اسف. اتفضل. وتنحى مبارك وتولت القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وأقسمت بالله إنها تنفذ مطالب الشعب والناس روحت البيت مستنين حاجة تتعمل وما فيش حاجة اتعملت. الحق الشهيد جه ولا الحكومة اتغيرت ولا دستور اتكتب ولا أمن الدولة اتحلت. النظام مش بس مبارك، النظام هو كل مؤسسات الدولة كلها لازم تتغير. احنا راجعين الميدان. دخلنا على ميدان التحرير، ميدان العز، ده ميدان الكرامة. اهلا بالمعارك. يقول لك ايه خيمة وبطانية ولا اعتصام حل القضية. لسه ولسه معتصمين قاعدين هنا ومش ماشيين احنا هنكمل ثورتنا احنا هنكمل ثورتنا. The main way of communicating is through slogans. ثورتنا ثورة شعبية ثورتنا ثورة شعبية expectation at first was that he would go and then we'd all move on or find a way of doing things. Now, if he just goes and someone comes in his place and we have the whole same regime underneath him, then we have a major problem. It just becomes like, you know, that we did all of this in order just to remove him and put someone exactly like him in his place. If we still have a police state, if we still have emergency law, if we still have the constitution pretty much the same as it is, then if we had an election in 6 months' time, the situation would pretty much be the same because the tools of the state remain the same. We're now living in the state of Tahrir. It has its housing department, it has its borders, it has its army, it has its way of feeding itself, it has all of those things. It doesn't have a foreign ministry. بقالنا 3-4 ايام بيدخل علينا بعض الناس بتهددنا الاسئله الكتير وانتوا قاعدين ليه ونبتدي ان احنا نشرح. واكبر غلطه للثوار انهم خرجوا من الميدان قبل ما تكون الشرعيه في ايديهم. المهم مع الوقت جالنا واحد او اتنين وتلاته بقيت الاقي نفسي بخطف في 40 و50 كل ساعتين زمن وانهار قلبي معاهم. الاقي ناس تستجاب وتقعد معايا اطلع من ال40 وال50 ب20 والعدد عمال يكتر معايا مبسوط قوي. يلا هوي كل ده فلفل. لما عصر حسن مبارك خلص بص قرن الفلفل بقى فيه خير. وجود حسني كان قرن الفلفل قد كده. خلص حسني بص قرن الفلفل بقى فيه خير ازاي؟ وخلنا نخرج العمل مطلوب صباح الفل. معلش اظن دي مش شكل برتقالي ولا شكل انت شكلك ناس جدا جدا يعني الموضوع اتحل ببطاقه بس انا فاهمه ان في ثوره طيب. وعارفه ان في اعتصام اوكي بيحصل مشاكل وبعدين انا اللي بفتش كرامه عصام المطرب الجميل بتاعنا يعني ده حد يطول بفتشه مطرب يا ريت يبقى كده كل يوم كل يوم كده انا تاكل وانا في الصراحه كل يوم تيجي الساعه كام
وانا مستناكي ماشي يا صاحبي استدرام صاحب دور وقف لك انا عاوز خلاص السلام عليكم على السلامه حرام البوابات حرام ايوه حرام والله This is Radio Masr. Hello. محلل استراتيجي وعسكري. الخبير دي حاجة كبيرة قوي يعني. الناس ليها مطالب أنا معلوماتي إنهم يقدموا هذه المطالب ويقدموا ممثلين لهم إلى الجهات التي تفحص هذه المطالب ويتابعوا تنفيذها وعندهم وسائل الإعلام يعلنوا من وقت لآخر عن نتائج هذا الكلام إما وفقت الحكومة في أدائها وإما لم توفق فيكون لهم حق الانتقاد ما المظاهرة؟ اتجمع مين؟ المظاهرة عموماً هو كل اللي في التحرير دول متظاهرين؟ لا في ناس بتروح تتفرج في ناس تطلع عشان أنت تقول عليهم إيه؟ ده كان زعيم في الثورة ما انت ممكن اي واحد دلوقتي يقول لك ايه انا كنت في التحرير وانا كنت في التحرير صح ولا حضرتك على بعض صح انت كنت في التحرير طبعا وهو شايف الناس كلها بالكامل في اللي كان بيروح هناك يبيع وفي اللي هناك رايح يتمنظر واللي رايح يسرق There are three powers in the secular somehow the Islamists and the الفلول led by the army the army had one part of this revolution كانوا عايزين يوقفوا مشروع التوريث خلاص مشروع التوريس خلص كل واحد يروح البيت وترجع الدولة زي ما كانت وسخة زي ما كانت بنفس الطريقة وبنفس البتاع أرجع أقول لك في مسؤولية تقع علي أنا أوكي وأنا حاسسها شخصيا إن أنا أصر على وجهة نظري عشان أنا لسه في سنتي أقدر أخده حتى لو سنتي حتى لو شبس فهم قيادة الثورة المضادة يا ريدي وانا لوت يعني تثرت الانذار لا لا الانذار لا استجابت الانذار تمام امشي امشي اسمع روح بيتك روحتش هضربك بالنار الشعب المصري مش كان التجارب بتتجرب فينا عشان نصود لازم تعرفوا ان احنا وصلنا للاخر خلاص هنحرر بلدنا يعني هنحرر بلدنا وهنسخط النظام يعني هنسخط النظام الشعب مقرر هيكمل ثورته واللي عايزين تعملوه فينا اعملوه احنا قاعدين الميدان بتاعنا الشعب مصدر السلطات مش الجيش مش انتوا بتقولوا مظاهرات سلميه كل حاجه مش مقتنعين ان دماغهم برضه ان الجيش برضه ايه الجيش حتى لو مهما عملنا فيه مش هيضرب ماشي ولما بس لو هتضرب هيضرب باذنك سيبه كمل ماشي هو مش هيضرب ماشي يا باشا ما انا هو كده هي هو خلاص كده هو اخر الكلام تنفيذ حظر الجوال بس ان شاء الله بس بس في الميدان بس يعني لا في كل حته يا فندم طب ما هم جول كان معاه العربيه ونشوف حظر يا فندم كده يا استاذ كده ما ينفعش يا فندم هم جملنا امبارح قالوا ان اللي عايز يعتصم يفضل في الميدان حاضر خلاص اشمعنى التحرير بالذات حاجه مهمه احنا جبنا المتاريس دي دي متاريس الداخليه بحيث ان نقدر نعرف طارد اي متدخل علينا احنا عندنا الثقه لكن في بعض من قيادات الجيش انا اقر واعترف انهم فاسدين لانهم عاشوا في عصر الورق كله صح لان كله حاسس ان اللحظه ممكن تيجي في اي وقت
said, it wasn't on BBC, it wasn't on CNN, it was on nowhere. جيش ناس مش بعصيانه هد الخيام واخد الخشب اللي احنا بنين بيه الخيام ده اللي ضربنا بيه وجنبه اللي لابسين بدني اللي انا متاكده ان هو بلطجيه ماسكين خشب وشوم مش عصيان وقعدنا نبص لهم نقول لهم انتوا بتدوهم اوامر قدامنا يعني للدرجات دي احنا شايفينكم يعني ازاي والراجل مفيش خدوهم على المتحف في حد مات؟ ما عنديش اي اخبار جديده They're really arresting someone. وبيجي عليك ناس لما بيبقى فيه درجه من التصعيد رامي عصام ها طب ينفع تكلم قول لي الاسماء بالظبط اللي انت تعرفها رامي عصام اللي بيغني عارف رامي عصام اه هو بياخدوا بيقبضوا على الناس وبياخدوهم من المطعم اتاكد بس قبل ما تبلغ رامي انت تقعد على في ناس كتير تقعد عليهم بس كمان Also, while we were on the ground, they would stand on our heads. يعني إزاي؟ آه. أنا اسمي رامي عصام. يوم الأربعاء 9 مارس في ميدان التحرير الجيش هجم على الميدان مرة واحدة وكان معاه بلطجية كتير جدا. كانوا متفقين مع بعض إن هم يخشوا يخلوا الناس المعتصمين في الميدان. خدوا ناس كتير وأنا كنت من الناس اللي اتاخدت. ودوني على المتحف المصري. من أول ما دخلنا جوه حصل ضرب بعنف شديد جدا ومن غير ما يسمعوا مننا اي حاجه ولا يفهموا احنا متاخدين ليه ولا اي حاجه وبعدين بعد ما دخلت رموني في الارض وقلعوني هدومي وقصوا لي شعري واستخدموا اساليب ضرب كتير كانوا بيضربوا بعصيان وبحديد فشفنا منهم ظلم شفنا منهم ظلم جامد وجبروت دي كان بيبقى مثلا كهرباء تبقى كهرباء شديده فكان الدم بيجمد كل 15 يوم كانت بتيجي لي من الدوله تيجي تاخدني 3 ايام 4 ايام ببقى خارج ومش عارف ان هرجع تاني ولا لا لان في كتير جدا من اصحابي توفوا واستشهدوا جوه كان بيجوا الساعه 2 بالليل 3 بالليل يجي ياخدوك يا بس بخوف يخليني الواحد يخاف يحلم الواحد لو حلم حلم ولا حاجه يخاف يحاسبوه عليه عشان هو يقعدوا يفتشوا الكمبيوتر في اي حاجه متدينه اغنيه اسلاميه اي حاجه بالنسبه له يعني في المسجد اي حاجه ياخدوه بالنسبه له يعني يخشوا ياخدوا اي حاجه محدش يقدر يتكلم He was a latch case in the basement. The army is in this position generally at the moment where no one believes that they could torture people or could do anything bad and are extremely happy with them for taking responsibility to return us all to stability and all of that kind of thing. This is not the right way to block a facility that represents the authority of the nation. Compare it. What happened in England when David Cameron said, I'm going to take a license to use the ammunition against anyone trying to make a kind of deterioration in front of Downing Street or any facility. What happened? All of them withdrew. Why? Because they know the man is serious. And this is according to the law. So why you deny it from the Egyptian authority? The battle isn't just the rocks and stones. The battle's in the images. The battle's in the stories.
قررنا انه ان احنا ممكن نخلق من المكان ده مكان بيدعم الناس اللي بيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه عن الثوره اللي هي ليها علاقه بان هم يستخدموا كاميرا لما يسمى يعني بالاعلام الشعبي، تحط حاجه على يوتيوب وهكذا. لو انتوا تعرفوا اي حد عنده كاميرا ديجيتال ما بيستخدمهاش، يعني على قد ما نقدر يعني نكون بنصور. والحقيقه ان احنا لان الحاجات بتتحرك بسرعه، ان احنا مش عارفين هنستفيد من الحاجه دي امتى. هي دي كل الفكره ان احنا الناس مش مصدقانا. طب نعمل ايه عشان الناس تصدقنا؟ نبتدي ان احنا نصور الاحداث دي. فعشان في كاميرا لسه الصور مستمر. المشكله اللي اصبحت موجوده بوجود الاعلام ان هو الاعلام اللي مازال موجود بيشد كل حاجه معاه لليمين. طيب هتعمل فيه ايه؟ ما هو هقعد افضحه زي ما هو، يعني هقعد افضحه وهو يقعد يفضح نفسه لغايه ما يعني هو ده يعني الاعلام ده بيصفر. الاعلام ده بيصفر. يا تعمل محطه تلفزيون. ما ان شاء الله. ما ان شاء الله هنعمل كده. وتروح تحطها في قبرص لانهم هيخشوا يكسروها. So you need massive amount of money بتاعتك. وانت ايه؟ ناسك فار. ما هو انت في النهايه الديمقراطيه دي والحريه عشان بخاطر مين؟ عشان خاطر المحرومين، عشان خاطر الغلابه. الغالي مش عايز حريه، الغالي حر والريد. ثوره تغيير شامل. الشعب يعتبر له سلطه في الحكومه. الصبر يا مدري. صبر غادي 30 سنه سبيل. الثورة أنا كنت متوقع إن احنا نخرج من ميدان التحرير بعد التنحي، ها؟ نقدر نمسك الحكومة، نقدر نمسك الجيش. بص هي غلطة الثورة إن احنا طلعنا من الميدان. قال لك احنا عاملين زي الامتحان، امتحان كويس وحل فيه كويس. ما كتبش اسمه. ما كتبش اسمه على ورقة الامتحان، فمش معروفة الورقة دي بتاعت مين. هو احنا مش ضد الخضره ولا ضد الطبيعه ولا ضد الكمال، بس مش هو ده الميدان. ده الميدان اللي بيضحكوا علينا بيه عشان يقولوا النهارده احنا روقنا لكم الميدان وظبطنا لكم الميدان وعملنا لكم كل اللي انتوا عايزين تعملوه. ما تبوظش اللي هو عمله. ماشي. يحاولوا يفرقونا ويشتتونا. مصر يا ام الدنيا يا بلد فيك الغلوة وضحكة تطلع من جوه القلب وهي صافية. ايه لا 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 وعدى ست شهور من يوم ما عملنا الثورة وقوات المسلحة قالت أسلم السلطة بعد ست شهور، لكن لقيناهم بيعملوا ايه؟ لقيناهم بيقبضوا علينا يوم ورا التاني، وألوف من الثوار بيتحكموا بحكمات عسكرية، ومفيش دستور، ومفيش قانون، ومفيش حاجة بتحمينا، لكن احنا كسرنا الأوامر عشان ناخد ميداننا. مصري، اذا انا معتصم ونزلت تاني ميدان التحرير عشان ما حسيتش بتغيير. مش معنى الصور اللي بتطبع عليهم حكم عسكري وفي نفس الوقت عندك رموز النظام القديم ما بيتحكموش عسكري. الميدان ده هو اللي جمعنا، حتى لو احنا مختلفين مع بعض لازم نرجع نكون مع بعض تاني. كده
أنا أحمد حسن صديقكم معتصم معاكم في ميدان التحرير. لما كنا 18 يوم وقلنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كنا إيد واحدة صح؟ عملنا إيه؟ قدرنا نسقط رأس النظام. إحنا ننجح إزاي؟ ننجح لما نرجع إيد واحدة تاني. طيار مصري، إخواني مصري، مسلم مسيحي مصري، ائتلاف مصري، حزب مصري، نرجع تاني ايد واحده. دي فرصه لغيرك يتكلم برضه تحت امرك. اللي عايز يتكلم اتفضل. انا معاك. كمل يا كمل يا كمل كمل يا كمل. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ يعني العدد اللي فيه عظيم. الترتيبه مختلفه. بمعنى؟ في يعني انا شايف في ناس بالنسبه لنا تواجد اخواني، في ناس سلفيه. الاسبوع اللي فات قصدك؟ اه طبعا الاسبوع اللي فات. ما كانش في اخواني الاسبوع اللي فات. استغفار كامل كامل لجميع الاخوان انهم لازم يكونوا موجودين النهارده. وفي ناس يقولوا لك انه الاخوان عاملين زي صفقه مع الجيش. بعض الكلام اللي اتقال. بس انا زعلان من الحركه دي بالصراحه، يعني انا شايف ان هو الوجود هنا مش المفروض يبقى من عند الاخوان انت فاهم، هي اكنها كده حركه سياسيه. ممكن بعض من القيادات الاخوان تتفق اتفاق غير مرئي بيننا ان ان الجيش يقول لهم لا مش عايزين عمليه الميدان ديت النهارده او زي الجمعه اللي فاتت، ممكن ما يكونش يتواجدوا فيه لو بصوا للنقطه السياسيه. بس طبعا انا ببص ان دي نقطه خطا يعني. لا الاخوان المسلمين جايين يقولوا اسلاميه 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 اسلاميه، يعني ايه يعني؟ هو احنا مش مسلمين يعني ولا ايه؟ ابتدوا الاخوان المسلمين بيستخدموا الميدان عشان يحققوا اهدافهم اللي بيطلبوها من المجلس العسكري، مش بيطلبوا مطالب الشعب، ده بقى يطلبوا مطالبهم السياسيه. الاخوان هم اللي بوظوا يضرب لك الاعتصام ده بالاختلاف في الراي. يا عم ده افتوا فتاوي الواحد يتحرق دمه وبعد كده يطلع يقول لك كذب علني قدام العالم كله. الشغل هو انت هتاكل ايه؟ لما ظهرنا احنا دلوقتي ناس يقول لك الاخوان المسلمين اخوان المسلمين ده دول جايين ياخدوا ايه؟ جايين يعتبر يطلعوا على الثوره. لا ما هم كانوا موجودين من اهل الثوره. بس انتوا بتغيروا كلامكم على حسب المكان، يعني انتوا لا بتيجوا القاهره تقولوا مدنيه مدنيه، تروحوا امبابه تقولوا دينيه دينيه، وبعدين معلش انتوا اكتر ناس واقفين دلوقتي مع المجلس العسكري واقفين مع الند بالند، هو ده اللي الدين بيقوله، كل حاجه باسم الدين باسم الدين باسم الدين، احنا بنغير كلامنا على حسب الدين. حسن بقى حضرتك اتضربت على عيني وعلى راسي كلنا. لا يا ماما لا ما ضربناش، احنا قضينا من عمرنا في زنازير. مع الاسف اضر صوره الاسلام، خلوني مكسوف ان انا مسلم بسببكم، وبتخلوا الناس اللي قاعدين في البيوت تنزل تضربنا وتقول لنا انتوا خربتوا البلد. طب يا راجل بعد ايه؟ حرام عليكم اللي انتوا عملتوه فينا. الناس اللي ماتت دي ماتت بسببكم على فكره، بسبب الطنطنه اللي انتوا بتطنطنوها للحاكم. الاخوان ما كانوش متواجدين معاك في الميدان التحرير؟ اه الاخوان على عيني وعلى راسي كانوا بيموتوا جنبي من يوم 25 مش بس من 28. ايه بكلمك يا اخوان؟ قيادات الجماعه كانت بتقول ما تنزلوش. لا حضرتك بتنسى. ايوه لو حضرتك بتنسى الشعب المصري ما بينساش. ما تجيش تركب على الثوره. انت من صحيح تصحيح تصحيح. جماعه الاخوان المسلمين كلها اي كلام. لو سمحت ممكن اسال سيادتك سؤال؟ هو انتوا ماشيين؟ الاخوان ماشيين من الميدان؟
هم ليه ماشيين ساعه كمان؟ الاخوان لما رفضت النزول من اربع ايام لان كان معلوم كان معلن بان حضرتك فيه اللي هو الدستور اولا. مش هنقعد نضحك على بعض. ثوره اتعملت ابن دستور جديد. عامل دستور جديد على اساسه هنفذ بقى التنفيذ والتشريع والقضاء كل ده يجي من الدستور. يا جماعه الاخوان المسلمين دي جماعه ما تقدرش تعمل تغيير جذري. جماعه ما تقدرش تعمل تغيير جذري. انا خلاص يعني ما خدتش مش عايز اعرف يعني. وبعدين الكلام الاخبار اللي انت بتقولها عن النظام مليان امن دوله ومليان اخوان ومليان بتاع. لا هو مش مليان. هو مش مليان بس انت فاهم هي مساحه سهل ان الواحد يلعب فيها. يعني واضح ان احنا في بوجودنا هنا بنضايقهم. وطول ما انت عندك كوميتمنت كل ليله هتفضل تروح من اول لغايه لما يقبضوا على اخر خانه. أنا مش راضي عن أداء قادة الإخوان. التصريح بتاعت الإخوان الأخيرة قالوا إحنا مش ما نقدرش ننزل عشان عجلة الإنتاج ومش الإنتاج وما نحطش الجماعة في مواضيع إحنا فاجئنا عنها وحاجات زي كده. يعني مكتب الإرشاد قال حاجة خلاص يبقى إيه؟ ما فيهاش جدال ما فيهاش كذا لأن هم دول إيه؟ اللي إحنا بنشوف فيهم إن هم دول الأصلح بالرأي. بيتنبه عليا لو نازل اتنزل ما تعلنش. لا أنزل فردي. لكن ما نقولش من الاخوان. ده بيتنبه عليه في جميع الاجتماعات. يا استاذ انت عارف الدوله المدنيه دي ايه؟ الدوله المدنيه بتستخدم شرعياتها من القوه السائده في مصر. ايه القوه السائده؟ الدين الاسلامي. يعني غصب عن اي حد الدين مالوش علاقه. بالورق ولا بالورق؟ الدين الدين مش بالورق. الدين عمره الدين في القلب. وفي العقل. ورق ايه يا استاذ؟ انت مستخدم عايز مستني ورقه عشان تعرف انك مسلم؟ الاخوان لما خدوا اللي هم عايزينه من المجلس العسكري سابونا لوحدنا في الميدان نتضرب نتسجن نموت لوحدنا. I lived the 70s in England when IRA people, any demonstration, were also beaten up and electrified and they twisted their arms and I don't know what a special machine and put their fingers what. So what, I'm supposed to accept? No, you're not supposed to accept. But you're supposed to weigh in things. Allah? No, I'm weighing in things. طيب. I'm weighing in things. You seem to take few things for granted. But this is why we want to get rid of them as soon as possible. And to say that the people are not ready to vote is just very condescending and ill-advised. I'm not against people voting however the way they want this. Yeah. يعني من عارف عندي they don't agree. But يعني the difference between me and you and many of the young people. عايز انتخابات برلمانية في شهرين. أيوة أنا عايز انتخابات برلمانية عايز الناس تنتخب. أيوة أيوة. Yeah. As soon as possible. There are no decent parties. طيب so what? Because you've been living in a vacuum. Are you going? Okay. You've been living for the 30 years. Yet people are complaining that the إخوان will win. Aha. And they have been living in the same vacuum, yet they do have a following. You could only start making parties a week ago. Humanity has not discovered anything better for representation than elections.
if we don't have this as soon as possible, elections that happen under circumstances which you can have proper elections. No, is it? It's about there being a voice that is there between El Hizb El Watani as a major power force and the Ikhwan as a major power force. Where is anything in the middle? What is there in the middle? So who do they vote? Tell me at least who they can vote for. I believe that the millions who made this happen, I believe that the majority of them were not people who wanted the Hizb al-Watani and were not people who wanted the Ikhwan. I am so fucking scared of the moment a lieutenant or a khara, a brigadier or something would say, enough of this rubbish, huh? We are back to military rule completely. It is in their interest that it disintegrates into chaos. It is in their interest to say, okay, you people, enough. Law and order. لا حرق الدم. حاش حاسب حد. ولا نافع ولا سلف نافع ولا اشتراكي نافع ولا ليبرال ولا علماني ولا زفت ولا اي حد ينفع نافع. ما قررت امشي في وسط الشارع. العربيات بقى تعمل اللي عايز تعمله. انا هو جاي يعمل ايه؟ هيجي الشطه هو اللي يمشي على جنب. انا اقف واسمح لنفسي اني اقف. هو يمشي. فانا بقى نمشي جنب الحيط. بعد 10 شهور كل حاجة ضدنا، مجلس عسكري ضدنا، إخوان باعونا، إعلامه بيكره الناس فينا، لدرجة إن مسيرة سلمية راح تطالب بحقها قدام مبنى الإذاعة والتلفزيون يحصل فيها ده. أنا عمري ما تخيلت إن ده ممكن يحصل في يوم من الأيام. Dramatic scenes in central Cairo. The Christians here are very angry with the military rulers of Egypt, who they say are not doing enough to protect them. يعني ايه الناس دي تخش عايزه تخش مبنى الاذاعه والتلفزيون ليه؟ انت عارف لو في واحد طلع في مبنى الاذاعه والتلفزيون وانشا ان هو رئيس الجمهوريه تمام الكلام ده كل الدنيا كلها تقلب تمام؟ جه عسكري واقف خدمه صح؟ عسكري واقف الخدمه هيعمل ايه؟ هو مين اللي بدا الضرب؟ وحقه عندنا احنا ابنك هو كان قاعد معانا في الميدان وانا شفته كتير وعارفه بيقعد يغني مينا ومحمد وعمره ما في حاجه هتفرقنا يا حاج في 1000 مينا موجود و1000 واحد هياخد حقه مينا في السما مينا في السما احنا دلوقتي لازم نسمع صوتنا الجثث كلها لازم تتشرح ونطلع الاحراس منها
عايزين تشريع، عايزين تشريع، عايزين تشريع، عايزين تشريع. The hospital doesn't want to stamp some of the reports, like the autopsy report or something. I don't know. We're gonna find out now. اكتشفنا ان في المباحث قاعدين في غرفه مدير المستشفى بيحاولوا يقنعوا الاهالي ان ما عملوش تشريح للجثث. فطبعا حصل اشتباكات وطردنا المباحث ومشوا معاهم النيابه، ودلوقتي مستنيين الاهالي تاخد قرار لو هتودي على المشرحه ولا هتدفع. من غير التشريح هيبقى في مشكله كبيره، لانه هيقعدوا بقى ايه يقول لك ماتوا بالتدافع، لازم تتشرح ولازم تتصور علشان باين ان دي اثار دبابه دخلت على وشه. يعني هم ملخصين كل اللي احنا كاتبه ده وجايبينها انها ضربه ناري في الصدر. حاجه في الصوره انا مش رايح حته. انا واحنا في الوكسه دي في القرف ده في البلد دي بسبب ان احنا كل مره كنا بنسكت وبنسكت وبنسكت. ما ينفعش ما نسكتش، لازم نحاول ونضغط، ويمكن المرة دي ما نكسبش بس المرة الجاية لازم يبقى في ضغط والناس تعرف ان هي هتتحاسب وتخاف. الناس مش مستحملة حاجة، الأعصاب فلتت خلاص. النظام المصري قدر يضحك على المسلم وعلى المسيحي، وعشان يقدر ان هو يقفلنا يخنقنا، هو عايز يخنقنا. لو فضلنا احنا في دماغنا ان المشكلة هي بين المسيحيين والمسلمين، والمجلس عايز كده، الجيش عايز كده، مش عايز يفرقنا. في نظرية قديمة عظيمة بتقول فرق تسل. بالظبط. هيفرقك انت مسلم وانت مسيحي، ده المسلمين بيفرقوا. Yesterday, the whole country is in outrage. Is there still a possibility for enough people to be convinced that action en masse can change the future of the country? And if people are stopping to believe that, then as a revolution, we're in trouble. خايف على مصلحة الأمة، شغلك يطلع من غير لازمة.
Consistently lied to us, has killed us, has tortured us over the last 9 months, and the people out there know that. So they know what they want, and they're not leaving until they get it. عشان بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر. صور ناس النديفة الأحرار يطلع عليهم عملاء وخونة، والناس العملاء والخونة بيتقال عليهم أبطال. كتير ضرب، كتير زاد عن اللزوم، رصاص كتير. دول مش مصريين، ما يعرفوش حاجة عن مصر. صاحي 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 صاحي.
بالموت، كل شويه بيخبط على بابي، خبط على دماغي. I'm trying to do a daily report. You're gonna get it out online? Yeah. And I think we can cut into the... Okay, I'll put it into the timeline. Yeah. Muslim Brotherhood has not really participated in these protests whatsoever. They want the elections to go forward as planned because they stand to gain the most from them, and they are being severely accused by the revolutionary youth of political opportunism. لسه مكلم مني. ما تروحش الميدان. طب لا حد شي يفرض عليا. انت من حقك ترفدني من المجموعه بتاعتك من الحزب بتاعك. هاك ترفدني وترفد اهلي كمان، لكن انا ماليش سلطه عليا. الموضوع مني مجدي يبقى الميدان على طول. مجدي السائر مش مجدي الاخواني. انا السائر بقى. اقول لهم حاجه، اقول لهم من 25 يناير 28 الناس اللي ضحت، الناس اللي ماتت وخدت الجزم، هم السبب اللي خلوكم انتوا تظهروا في البلد. انتخابات من غير انتخابات الثوره لسه ما انتهتش، لسه ما فيش حاجه اتحققت. I don't expect there to be elections. I am not going to go and vote while my friends are being killed in the streets. I have friends who've lost their eyes. I have friends who are in hospital in serious critical condition. I know people who have died. I'm not going to go and cast my vote in these circumstances. This is an army that has tortured civilians, that has put 15,000 people on military trial. On top of that, international governments, who I hold also complicit, who have replenished the stocks of bullets that are being shot at people right now, the tear gas that is clinging to my lungs. We own the future. These people out there are people of conscience. They know what future they want to build, and they know how to build it instinctively. We need to enter that process. The army needs to step aside. الواحد ليه طاقة برضه، يعني ما احنا بني آدمين، يعني الواحد بني آدم. الواحد بني آدم هيفضل يشوف كده 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 كتير في كتير، كل مرة واحدة ضغط ورا ضغط. يعني أكيد الواحد هيجي عليه وقت وهينفجر. أهي الواحد هينفجر. احمد في ضربه
وسع وسع وسع. في طلقه دي طلقه ولا طوبه؟ يعني الميدان فيه عرض شاش بس يا شباب. شاش شاش. ما ايه اللي بيجيب الدم ده كله؟ ايه بس اللي بيجيب الدم ده كله؟ طوبه عشان بيبقوا هما كمان بيموتوا، وبعدين الدكاتره مش بيعرفوا ايه هما كمان بيبقوا بيموتوا الغاز اسود وبيدخل نيرف جاز تقريبا وبيخليكي تقعي على الارض وترتعشي. ويعني صورت بس انا وقعت بسرعه جدا، ما عرفتيش تستحملي يعني؟ لا كنت بعمل كده اهو وجالي سفوكيشن وكلهم بيجروا لهم كده ومصابين بيتفشخوا، يعني لازم تتنقل هيموتوا. بتتدرب علينا، بتتدرب علينا. بس دي اللي بتوقعنا، دي الطلبه اللي عماله توقع فينا. امريكي هديه. These battles have been raging not for hours but for days. Up to 14 people have been killed, hundreds injured. A video uploaded yesterday on YouTube has circulated widely, provoked outrage at the extent of police brutality. شعب مصر العظيم، إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخويف والتخوين. الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012. أول مرة يكلمني يضرب في حد الشرطة من شارع محمد محمود في إطار الجنود المقتولة لوقف الاشتباكات. No fear about the future of this country. I have fear for a future of this country which includes the military, and a military that wants to be above the rule of law, a military that wants to be above the constitution, a military that doesn't want to tell us how much money it is stealing from this country, a military that is receiving aid in the millions and billions from the US and other governments. كده يا حماده طالما عندك انا بخير الحمد لله. الله يخليك. انا هاجي في الطريق. مع السلامه. سلام. حد يقول له ان هو متعور؟ انت بتقلقها وتتعبها و... وقت ما احنا كنا بنموت في الشارع الاخوان عقدوا الصفقة من زمان مع المجلس العسكري وخدوا البرلمان وابتدوا يستعدوا كمان للرئاسة. واحنا رايحين نكمل صورة. لا انا وصل. نحن نستعد باذن الله لخوض المعركة الحاسمة.
اخوان المسلمين بيوزعوا زيت وسكر وطلعوا الناس ويجيبوا هنا ويقول لك التيار والشريعة والإسلام. قلنا مكاسب احنا حققنا مكاسب ضخمة جدا، كفاية البرلمان اللي احنا حققناه ده، ودي كانت خطوة ضخمة وفارقة. احنا بنتكلم على إرادة شعب وإرادة أمة. الإخوان المسلمين مثلا شافوا إن هم صاروا مع مع الثورة ماشي. بص انا اقول لك حضرتك على اخر، لا في حاجه اسمها اخوان مسلمين وفي حاجه اسمها طار السلاح، في حاجه اسمها شعب غلبان بسيط نزلوا 25 الاخوان ما نزلوش فيه. لا لا معلش انا بجيب التاريخ، التاريخ قال كده اصلا. معلش ساعه اتكلم ما في مشكله، ما في مشكله بقى اللي احنا ما بنستحملش بعض. ما عارف ليه بقى حللتوا دمنا في البرلمان، كل اللي ضاعوا كل الناس اللي ماتت بعد كده كان سببكم اخوان. اخوان حط ايدهم في ايدين المجلس العسكري، هات ايدك هات ايدك، حط ايدهم في ايدين المجلس العسكري كده وطبطبوا على حقهم. انا ما مرضتش حقهم، حق الاخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. شوفوا الاخوان صاحبكم علموني يتكلم ازاي، اللي بيقول لك ان الاخوان لابد ان هم يحطوا ايدهم في ايدين المجلس العسكري. ردوا عليها انتوا، انت كان بيصور في نفسك. خدوا الميدان واعملوا اللي انتوا عايزينه، والثوره جايه جايه غصب عن اي حد. انا فاهم احمد يقول ايه، الناس بترقص الناس بتتنفخ واحنا نعمل نصيب في النفخ يعني. الثوره في كلمتين، ثوره شالت نظام تمام، واحنا اللي هديناها بايدينا كشعب. ما تجيش حمى الثوره جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. مش حامينا الثوره ده، احنا اللي قمنا بالثوره. انتوا ما تعرفوش حاجه والله. ابوكي رأي انت بتدور على كل البيادة وبنوصلها ايديا ورمى مضروبه ورا. وانا راجل في هذا المجتمع عشت فيه 40 سنه، انا بقول لك بالامان القوات المسلحه مش كده مش كده مش كده. يعني مهمتك ان انت مؤتمن على وطن، فانا كل سؤالي ازاي اؤتمن على وطن من لا يستطيع حمايه امراه؟ حتى لو انا اخوك في مرحلة ما هزقك. أنا مش فاهمة ليه؟ ده أول ما الجيش نزل كانوا الناس بيطلعوا الدبابات ويسقفوا ويبوسوا الجنود. إيه ليه؟ إيه في إيه؟ أقسم لك يا غالة، وقولي بقى أنا قابلت اللي هو اسمه حمدي بخيت وقال لي الكلمتين دول، محدش هينفد من حساب مهما كان. أنا بقولها لك أهو، ده واحد صاحبنا واخد طلقة في رجله. معرفش ده مش طلقة ميري، شكلها كده. فأجمل حاجة في الميدان ده بتاعنا في رأيي أنا إن كل واحد هنا بينزل عشان ضميره مش عشان قوة معينة، وهو ده اللي بيقوينا وبيخلينا أقوياء. وإحنا هنا بنقدم سينما التحرير عشان نفتكر إحنا هنا ليه، وعشان اللي بيسألنا ليه احنا هنا يبقى عارف، لان هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. اللي عملوا الثورة عشان يسقطوا النظام، منهم اللي مات ومنهم اللي اتصاب ومنهم اللي اتسجن، ومن غير دستور عايزين يعملوا انتخابات متعكرة بدم الشهيد، وهيشرف عليها اللي قتل الثوار. وكمان عاملين صندوقين، صندوق للقاتل وصندوق للخاين. هيفضل صوتنا يعلى ويعلى عشان احنا صندوقنا هو الشارع. The next Egyptian president will either be an Islamist from the Muslim Brotherhood or Mubarak's last prime minister, and that has left many of the so-called revolutionaries
with a very tough choice in a very close race. والله انا عايز ده ولا عايز ده بس احنا اتحطينا بقى في حقل الالغام لقينا نفسنا في وسط ده وفي وسط ده مش في ايدينا اي حاجه نعملها كل واحد يمسك السلاح ما يتكلمش بنسبه 51.73% 13,232,131 يا جدعان سمعناش حاجه ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهوريه مصر العربيه هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار بتكلم مثلا لو انا رئيس بقول لهم ادوني فرصه لو انا ما عرفتش اثبت نفسي كرئيس لا يا عم انا هسيب لك السلطه اصبر عليا 100 يوم انت صبرت على النظام السابق 30 سنه اصبر عليا 100 يوم يا عم الحاج ما تقولش حاجه اكتر من كده اليوم ده كان من اسوأ ايام حياتي إن أنا البلد نسيتها يا إخوان. الناس دي أول ناس غدرت بينا وسابتنا وبعتنا. في الآخر هما اللي مسكوا البلد مش منطقي. التكتل الوحيد اللي موجود في الميدان. وليه واحد بيحرق. منظم جدا. إحنا أصلا مشكلتنا كثوار في أغلب الحالات إن إحنا بنقول لأ ونسكت. ما بنطرحش بدايل. السياسة غير الثورة. فأنت لو هتخش في السياسة في حاجات بتضطر إن أنت تضحي بيها. وهي دي احنا مش شاطرين فيها ابدا احنا فاشلين فيها تماما احنا مش شاطرين فيها ابدا احنا مش متظاهرين يعني حتى استراتيجيا بالنسبه لنا يا هتيجي ناحيه الاخوان يا هتيجي عند العصر والنظام حلمهم مجلس الشعب خدوه حلمهم مجلس الشورى طمعوا فيه وخدوه رئاسه خدوه هياخدوا اكتر من كده يبقى ده نهايه الاخوان ازاي يعني؟ تعالى نتكلم بالواقع هو في مصر كده مسيطر على كل حاجه دلوقتي انت منين جبت ان احنا هنسكت الاخوان قريب؟ وعلى قد ما هيسيطروا على قد ما الناس هتكرهوا مسيطرين بالطرقات دي يعني هنرجع في الاخر للشارع وبعد 150 يوم من حكم الاخوان المسلمين للبلد لقينا محمد مرسي اللي كان بيقول هيحقق مطالب الثوره لأنه بيحقق مطالب المرشد والجماعة وفصل دستوره على مقاس جماعته وادى لنفسه صلاحيات مبارك نفسه ما خدهاش محمد مرسي مش إله محمد مرسي هو مواطن مصر منتخب 51% من الشعب المصري مرسي والإخوان المسلمين أساءوا للمعنى الحقيقي فكرة السلطان الحاكم دي اللي ماسكة في دماغنا دي ودي لازم ننساها الثورة الإخوان سرقوها يعني في ظل حكم رئيس مرسي الفترة الكام الشهر اللي عدوا دولت هي هي المشاكل عملنا ثورة من غير دستور جبنا رئيس جبنا رئيس من غير دستور الأهم في ده كله الدستور تحت سيطرتكم الدين دي أكبر مشكلة هتقابلنا في المرحلة اللي جاية لأن أنت ممثل جماعة سياسية بتقول على نفسها إنها جماعة دينية جماعة دعوية هي دي المصيبة عارف يا عم مجدي أنا بحبك لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين حاجة زي الزفت عمل ومواقف زي الزفت أنت انتخبت ده رئيس؟ اصبر معاه للآخر طيب اصبر لغاية فين يا عم
أنا رجل أأتمنه على الدين بتاعي، فهمني؟ رجل أأتمنه على الدين، هل ما تقدرش تمنع السياسة؟ ده دستور الإخوان والسلفيين، هم اللي كتبوه. قلت إن إحنا مواطنين مصريين، مش مواطنين إخوان. أنتوا كنتوا ضد التعذيب والنهاردة جايين تعذبوا. ضد الفساد وجايين النهاردة عايزين تعملوا فساد. مين اللي مسك مرسي الرئيس؟ الشعب. ومسكوا مرسي الرئيس عشان كان من الجماعة المضطهدة. ده النهاردة اللي حصل فيك هيحصل فيه. أنت هتقبله؟ لا طبعاً. خلاص خد الكتاب بتاعك. خلاص ماشي. خد دستوركم وده ما يلزمنيش. اللي حصل فيك أنا مش راضي عنه ونزلت بسببه. يعني اللي كان بيحصل احنا اول ما نزلنا ليه؟ مش نزلنا عشان انت حكايه الداخليه؟ مش قعدنا في الميدان وصرنا الليالي عشان نقول امن الدوله؟ امن الدوله اللي كان بيتعذب فيك ده النهارده بيدي حق الامن الدوله او الامن القومي او الامن الوطني زي ما بيسموه انه يعمل فينا اللي هتعمل فيك، وانت راح تقول نعم عشان توافق على ده. دي لو قسمناها نلاقيها ثلاث مراحل، كان جزء على مبارك وطفشناه وجزء على العسكر وطفشناه واللي احنا فيه دلوقتي على الاخوان. It is a bigger challenge because it will include more blood. When you're fighting your own people it's very different from when you're fighting the regime, because after all even the regime was extremely violent and vicious and whatever, you know, and used all the weapons they had, it's still not as vicious as when the people fight each other. It's very different. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من استغلوا هذا وتحركوا بهذا العنف لقد آن الأوان الآن لكي يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء. نعم هو في الجماعة ولعوا فيه ده اللي هو بيقول ده اللي تحت السطر انزلوا ولعوا فيه. سنتين الإخوان المسلمين نازلين فينا تقطيع. واحد يدخل الحمام يطلع إلى يوم خلص 40 مادة. والغير يعني قاعد يقول لك إزاي أول. درس الثورات، درسنا الثورات، اللي حصل في إيران هو اللي بيحصل. شوية كده ياخد كل المعارضين ويعدمهم في الجناة ويتدور على الصور وكلنا لنا سيفيهات عندهم. جالكم أمر إنكم تنزلوا ولا لأ؟ أنا نزلت. أنت نزلت؟ أنت كنت موجود في الأحداث؟ أنا وكم واحد يعني من أصحابي. قصدك في الضرب يعني؟ في الضرب في الضرب في الاتحادية نفسها عشان تشيل الخيم. كنت بترمي طوب عليا يا عاصم؟ بترمي طوب عليا؟ يلا بقى. خلينا بس أفرجك ده أهو. ما حدث. جريمة بحق المصريين. ارتكبتها جماعه الاخوان بياخدوهم يقصروهم. ما شفنا مناظر الخيام وهي بتتقطع. في ناس موجوده هناك نيجي نروح لها. يا خبر ابيض. النهارده انت حتى لو ما قلتش ان انت تابع حمدين مبارك يقول ان انت تابع حمدين مبارك ونسيبك. ايوه ايوه مكسر الخيام. لو غير رئيس في الدنيا اللي قاعدوا عشان يضربوا رأس معتصمين. أنا زعلت من عاصم إنه نزل الاتحادية. في الاتحادية واقف مين؟ واقف قدام خالد؟ واقف قدام بير؟ هما دول اللي وقفت قدامه في الاتحادية. هما دول اللي وقفت قدامه. أمال إيه؟ أه؟ تليفون واحد بيجمع الناس كلها في دقيقة، صح ولا مش صح؟ انزلوا الميدان، انزلوا الميدان. هذا ما يزيدنيش شرف ان انا اكون وقفت في صف الناس بتوع الاخوان عشان اضرب في الناس اللي قصاده التانيه. زي ما قلت قمت بالثوره قلت لك يا عاصم انا قايم بالثوره عشانك انت واختك جهاد ومصعب عشان تسجل التاريخ. ف
لينا ليك وقفة مع نفسك وانت ليك عقل فكر فيه، ومع احترامك برضو احترام للإخوان أو للسلفيين أو لأي طائفة ليك عقل وليك فكر، فكر وقول. والسؤال مين اللي خالق الوضع ده؟ الثورة هي اللي خالق الوضع ده؟ لا، اللي خالق الوضع ده الحاكم المستبد اللي أخد سلطات ديكتاتورية اللي مستعد إن هو يقتلنا عشان يمشي رأيه وعشان يمرر الدستور ده عشان يستولي على السلطة تماماً بشكل مؤبد. مرسي has seized all state powers and appointed himself Egypt's quote new pharaoh. His decree and his declarations would be unappealable, and this is something that's led commentators to call him the new pharaoh because he actually has right now more powers than Mubarak ever did. Egyptians are now seeing clearly they have replaced the military fascist style regime of Hosni Mubarak into the religious fascist regime of Mohammed Morsi and the Muslim Brotherhood. ما شفتكش النهاردة خالص. مرسي إيه اللي عمله غلط؟ محدش مديله فرصة، محدش مديله فرصة. على فكرة ده جزار بجيب منه لحمة، أقسم بالله بيقول الله يخرب بيتك يا مرسي. بقول له ليه؟ قال لي الدنيا حر. إيه ده نكتة دي؟ الخطة دي خاصة مش عايز مرسي. إحنا على فكرة مالناش دعوة ولا بمبارك ولا بمحمد مرسي ولا ندعو بحد، إحنا عايزين يمسك البلد يكون راجل محترم ويحكم بالعدل. ياك حتى يكون يهودي. احنا خايفين، احنا بصراحه خايفين لو النظام مرسي سقط. شو بقى الاسلام النظام مرسي سقط عشان يهيلموا الاخوان تاني يقول لك احنا رجعنا للسجون. اشمعنى الاخوان دلوقتي بقى وحشين والريس ده وحش؟ طب ما في ناس بتحضرها ناس دي يعني اهلك كنت عايش معاهم. طيب ابنك كان بيتولد وانت معاهم ماشي في غبار في ال انت اخترت ناحيه وسبت ناحيه ثانيه. انا اخترت ناحيه مش تبعي. لا لا ما انتش مش تبعي. لا 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 انا اخترت ناحيه اللي انا حسيت ان انا متربي معاهم. مجدي ده معاه 5 عيال بيصرف منين؟ انت قلت السؤال بيصرف منين؟ الاخوان. جري مجدي في التحرير وصور واتضرب والسجن واتعمل. ايه اللي جابه؟ ايه اللي خده؟ ايه اللي خده؟ بس ما كنتش مثلا مسلمين يتفرقوا مثلا عن كذا اخواني ويتفرقوا كذا من القسم. لا زي ما شفنا بابايا ما اتغيرش في حاجه. انا ما كسبتش من الثوره. انا لحد دلوقتي مش عارفه اتعالج على حساب الحكومه. هي في خاص كسبتي جعانه ابوكي لسه تعبانه. خلاص هنجيب دلوقتي. دي مكاسب مكاسب الثوره ان انا لا خلاص مش كده. Protests continue in Egypt as the country's top opposition leaders renew calls to topple the Islamist regime. The climax will be an open-ended strike across Egypt on the 30th of June. A grassroots campaign has gathered over 18 million signatures. They hope to install a transitional government and call early presidential elections. Muslim Brotherhood officials, for their part, have said that many of those coming out on June 30th are thugs. سيد الرئيس وأن يجعل يوم الثلاثين من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين واجعل تدميرهم في تدبيرهم اهزمهم وانصرنا عليهم ونعوذ بك من شرورهم. الرئيس محمد مرسي خط احمر. بمعنى اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم. بمعنى ان ده رئيس شرعي منتخب. بس هم نازلين عشان يطالبوا باسقاط الرئيس. يخبطوا دماغهم في الحيطه. ليه؟ حقهم. مش حقهم. الثورة ايه؟ الثورة مش مجرد ان انا اسقط نظام واجيب نظام. الثورة هي ثقافة شعب، انك بتثقف الشعب، بتديله بتملكيه حريته.
ده اللي احنا كسبناه، ان احنا قدرنا نوصل للمواطن المصري ثقافة التظاهر، انه يقدر يعترض على الحاكم ايا كان هو مين. لو جينا بصينا فيما بعد، الجيش جاي، مش هنضحك على بعض. بس تفتكري الجيش هيجي بنفس اللي جيب ايه قبل كده؟ تفتكري؟ دلوقتي السلطة في الشعب. والله لو جه مين؟ الشعب هيشيله برضه، هيفضل يشيل في الحكام ويقتل في الحكام وينزلهم من على الكراسي لغاية ما الشعب يملك إرادته والبلد دي تتطور وتقوم بينا. ولا إيه؟ لا صح. أنا قلتها لهم في يوم من الأيام، قلت لهم خد الميدان واعملوا اللي أنت عايزينه، الثورة جاية جاية غصب عن أي حد. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protests against President Mohamed Morsi on Sunday, the first anniversary of his term in office. This could be the largest demonstration seen in the history of the world. ملايين الملايين من الشعب تنزل عشان يقول له ارحل. لملايين ما نزلتش مبارك وتنزل لمرسي. ده في حد ذاته هو ده مكسب الثورة، لأن ثورتنا صوت، الصوت يوصل لكل بيت. أنا ده بالنسبة لي لو جيت سألتني إيه أكبر مكسب الثورة كسبته، إن أنا بقول لهم النهاردة أنا عندي لعبة في الشوارع الأطفال بيلعبوها اسمها مظاهرة. جزء بياخد بيبقى ثوار، وجزء التاني بيبقى مرة أمن مركزي، وبيبقى مرة جيش، وبيبقى مرة إخوان. مصر الكرام، يا أهل مصر في كل مكان، يا من تقفون الآن في ميادين مصر وفي شوارعها، إذا كان الحفاظ على الشرعية ثمن دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره حسبة لله سبحانه وتعالى. خرب الدنيا على دماغه. يلا نزل ميدان بقى. أنا جاي. طب بقول لك طبعا ده أكيد لحال قوة البلاد. يعني مثلا اللي قاعدين في الميدان الربع العدوية مش معرضين يتحط عليهم حتة سودة؟ صح ولا صح؟ هنفضل نجري. لا، ناس دخلت بسلاح. وناس فكرهم مثلا يقول لك إيه؟ من قاتلكم فاقتلوه. ربنا يعدي الايام دي على خير. قوة عزيمة عزيمة إيمان إيمان خلصي الله أكبر. مش عايز تشوف أصحابك خالد؟ عايز أشوفهم بس أنا جيت هنا خلاص، أنا ثبتت هنا. فقالوا أنت مروح ولا مش مروح؟ لا مش مروح، يعني عشان ما اقفش قصاد ده وقصاد ده، وده دخل هنا وده دخل هنا، وفي ناس هتموت، ممكن واحد يموت واحد، فاهمه؟ زعلنا شويه. اه طبعا. ان في الفرق دي، انك واقف هنا وبكره هيبقى واقف كل مين؟ طيب انا هقف قصاد مين؟ هضرب مين؟ هضرب خالد عبد الله؟ ولا بير اللي كان قاعد عنده في الشقه؟ هضرب مين؟ الا ان خطاب السيد الرئيس جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديداً. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! أدي مرسي وقع، مبارك عسكر مرسي. الدرع اللي جاي. خلاص إحنا حياتنا كلها بقت كده، هنفضل في الشارع. عايز اروح انام.
قول لي احنا هنعمل ايه دلوقتي عم مجد؟ عم مجد انا مش خلاص يا استاذ الله، انا قلق والله يا استاذ الله، انا قلق والله. طب الجامعة ولا في غيره له كده ضرب مش ضرب شيء كده يعني. كانت هيموت، كانت الخرطة جمهور هيموت. بس كل ما بيجيله كده ناس نرمي في أكثر وأكثر يعني. أعلن منظمو الاعتصام المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة الرابعة العدوية سقوط قتلى ومصابين بين المعتصمين بعدما تعرضوا لإطلاق النار أمام مقر الحرس الجمهوري. صح بكل ما تحمله الكلمة من معصم. مجدي يعني أنا على قد ما أنا كنت ممكن أكون منفعل وبقول للإخوان لازم يموتوا وما يموتوش، ممكن يكون ده كان مس رد غضب مني. بس انا عايز اقف معاك بصراحه يعني، عشان يعني احنا برضو مهما كان يعني احنا الثوره دي قامت عشان مبدا مش عشان دم يعني. ابتدى يحصل اللي انا كنت خايف منه وكنت قلقان منه، ان احنا ناكل في بعض. مش هفرح لما انت تاخد رصاصه في دماغك وتموت يعني. انا ممكن اكون يا عم مجدي لما كنت بتضايق عليك فده كان كنت بتضايق عليك بس من غضبي والله. ايوه بس انا وانت متفقين على حاجه واحده بس، ان بلدنا دي توصل للخير. لا 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 انسى يا عم. على الله على الله بقى يا عم، ولو مت هدمي في رقبتك يا عم مجدي عادي يعني. انا عارف والله عم مجدي. يا الله يا ربنا ما يجيب دم تاني، كفايه كده. مع السلامه. بس خلي بالك بس من نفسك عم مجدي. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الشعب اللي هم بيلعبوا مع بعض فوق، الشعب اللي هم تحت، الشعب اللي هو اللي متعدم في كل حاجه. كل حاجه الشعب اللي متعدم. اخوان بقى سلفيين وثوار مصريين مقبلين عاملين مسيحيين مسلمين. أصعب وقت الإنسان كان يعيشه لما ينام، فهمني؟ ينام في وسط بيته وأهله وعياله ويفتح عينه ويلاقي بتوع من الدول حواليه جوه النوم. دي حياة؟ دي حياة؟ شايف أنت حياة؟ هتيجي تتصل مرة بعاصم، يمكن عاصم ما يردش عليك كمان. هتتصل بوالدته يقول لك ده مجدي مات أو عاصم مات أو اتسجن. وفي الحالتين أنا أفضل الموت عن السجن. السجن صعب 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 صعب. أنا عنجزت بس كتحقيق أمال، لكن إحنا طمننا وافتكرنا الصور بتاعتنا نجحت. لا لسه والله لسه جامد يعني. We won't know if this revolution has succeeded for decades. There is no way in which the goals of this revolution, bread, freedom, social justice, dignity, there is no way in which those things can be achieved in 2 years. What you can do is lay the ground for them to actually happen. When you don't have your rights, when you're taken for granted, when you're lied to, when you're killed, things become pretty clear. And I think what's happening is more powerful than any one individual and than any organization. It's something fundamental inside people that is moving them. I don't know how you kill them. احنا ما بندورش على قيادة على قد ما احنا بندور على ضمير. القائد ده هو ايه قائد؟ يعني ايه قائد يعني؟ يعني يجي يعمل لي يجيب لي حلول نازلة من السماء يعني؟ مش هيحللي، مش هيجيب لي حلول نازلة من السماء. كل ما في الموضوع ان احنا لو قدرنا نخلق الضمير ده في وسط المجتمع
احنا هنجيب حد كويس. احنا ما بندورش على قائد يحكمنا، لان كل واحد نزل ميدان التحرير هو بيتمتع بالقيادة. احنا بندور على الأمير. لازم بإيديك